بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعمه وبركه وسلام ليكم جميعا من الهنا القدوس العظيم. معكم سرية. انا شفت المسيح كتير. النهارده احنا مش في الرساله، النهارده في جزء جديد اسمه سؤال وجواب، هجاوب على بعض الاسئله. كان في سؤال مهم جدا، ما هي مراحل الطريق الروحي؟ وبالظبط يعني عايزين نعرف المراحل بالظبط ايه بطريقة اسهل، وازاي اعرف انا فين في الطريق وبالضبط وابدأ منين. عايزة اقول البداية اني اخد قرار مع نفسي، وعايزة اقول بسمع الاذن قد سمعت عنك والان رأتك عيني، يعني بسمع وبعد شوية اشوف. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يبقى علمت يعني المعرفة والمخافة، وأدركت الشيء يعني أقرر الاقتراب من أبي السماوي وصمم على الاستمرارية في الطريق مهما كلفني الأمر، لأن اللي همشي في الأرض وأنا في الطريق وأنا على الأرض هيحدد مكاني في السماء بالنسبة للمسيح هكون فيه. يعني لو السماء دايرة والمسيح في الوسط وأنا داخل بالمعمودية من باب السماء على محيط الدايرة الخارجي، وعلشان أقرب للسنتر همشي نص قطر وأقسمه لمراحل الطريق، ولما أقرب أكتر لربنا وأنا على الأرض يبقى بقرب أكتر في السماء. دي لازم أخد كده بالي منها، لما بقرب في الأرض أنا بقرب في السماء، ولما بقرب للسنتر أنا هستمتع أكتر بالحضور الإلهي القدوس العظيم. هدفي من الطريق الاتحاد بالله القدوس، مش بس إن أنا أدخل السماء. البداية أتوب وأقرر وأضع نفسي في يد المسيح كطفل وأديله القيادة وأبدأ أتعلم معاه وبيه وأدخل المدرسة. الطريق زي الدخول للمدرسة، 3 سنين حضانة، 5 ابتدائي، 4 إعدادي، 3 ثانوي، وبعدين جامعة، ممكن كمان أعمل دكتوراه. كتاب دراستنا هو الكتاب المقدس الموحى به من الله بالروح القدس، هو نفس الله. في آخر كل سنة هاخد شهادة النجاح، عبارة عن حجر كريم لونه مناسب للي أنا بتعلمه ومكتوب عليه تقديري. الألوان هتنزل قدامك على الشاشة كل سنة دراسية بلون الحجر الكريم اللي هتاخده كشهادة ليك في آخر السنة الدراسية. وده تقريبا كان ملخص لكل الرسالة اللي احنا عملناها. مدرسين المدرسة المرحلة الابتدائية لكل سنة أستاذين، 1 عهد قديم من أسباط بني إسرائيل، والتاني من التلاميذ ال 12 عهد جديد. ابتداء من إعدادي هيكونوا 3 أساتذة لكل سنة. التالت من سفر الرؤية هيكون كنيسة من كنايس السبع. يبقى احنا كده هنمشي ترتيب الطريق الروحي زي ما كنت داخل مدرسة وبمشي مدرسة. شرط تسجيلي في مدرسة الطريق الروحي اني مسيحي، يعني متعمد وعارف ان الطريق كرب وعندي استعداد اقدم تنازلات كتير. وفي كل الاحوال التنازلات عن اشياء وعواطف باطلة مش ابدية. يعني وانا ماشي في الطريق هقدم تنازلات، حتى لو تنازلت عن كرامتي هيجي في حتة من الأوقات لازم أتنازل عن ذاتي يعني كرامتي. في الحضانة بتعلم الأساسيات، أروح الكنيسة وأتناول وأتعرف على كل حاجة حواليا، أمارس الطقوس في الكنيسة ببساطة قلب كأني في خيمة الاجتماع في الدار الخارجية. لكن من أولى ابتدائي هو الدخول للقدس، وعندي مدرسين لكل سنة. في سنة أولى أستاذي اسمه يهوذا، يعني الحمد والاعتراف، بيعلمني أشكر وأحمد ربنا إنه خلقني وإداني فرصة للوجود، وحكالي إزاي آدم وحواء سقطوا. أستاذي التاني كان اسمه بطرس، بيعلمني إن المسيح بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم عشان يرجعني تاني للسماء بعد سقوط آدم، ويثبت إيماني وأقول المسيح هو ابن الله الحي الفادي وحجر الزاوية. في آخر السنة هاخد جايزة النجاح أو شهادة النجاح، حجر من الياشب ومكتوب عليه أنا ابن الكنيسة المجدية. ناظر أو مدير المدرسة اسمه روح الحكمة والفهم، النور هو الروح القدس اللي هينور الطريق.
سنة تانية ابتدائي. الأستاذ اسمه رأوبيم ابن الرؤية البصيرة الروحية، بيعلمني البعد عن البر الذاتي يعني الاتضاع، وإن الله وحده العالي وإحنا من تراب ورماد، وإني إنسان ضعيف والقوة بتيجي من ربنا. لما أغلط أعترف ورجع دايما اللوم على نفسي. بيعلمني لما حد من أصحابي يغلط فيا أقول له الله يسامحك، والتسامح يكون من قلبي بجد، وأنا الغلطان إني معرفش أتعامل مع الموضوع بحكمة، وأطلب دايما روح الحكمة يساعدني. النص التاني الأستاذ أندراوس، معناه قوة أو بسالة، رجولة، نضوج، شجاعة، يعني أتعامل مع المواقف بجدية ونضوج وشجاعة، وأحط لنفسي قانون صلاة ونظام في العبادة، أتعلم قصص الكتاب المقدس، القديسين الشجعين من الكتاب وأباء الكنيسة، وأتعلم حزم المواقف باتضاع. ولو نجحت في آخر السنة هاخد حجر كريم اسمه ياقوت أزرق، مكتوب عليه أني ابن السماء وحياتي حياة سماوية مش حياة أرضية. سنة تالتة أستاذي الأول فيها اسمه جد، يعني متشدد ويعني الجهاد الروحي. هو كان جد جدا ومتشدد خالص معي، حط لي في القانون الروحي أني لازم ألتزم بقانون الصوم والصلاة والكتاب المقدس، أقعد معه أكتر وأحفظ وصية. نص السنة التانية كان الأستاذ يعقوب، يعني المتعاقب للمسيح، قال لي أمشي ورا المسيح وأشوف خطواته وأتعلم منه، ويكون هو مثلي الأعلى في الكتاب المقدس، وإن أنا أتعاقب المسيح بأمانة، هيبقى جوايا أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، ومثلي هو المسيح. في آخر السنة هاخد حجر كريم من العقيق الأبيض، مكتوب عليه إن قلبك أصبح نقي وأمين. سنة رابعة أستاذي الأول كان اسمه أشير، يعني سعيد، يعني ثمار الجهاد الفرح وخبزة سمينة. لما تعرف على المسيح من خلال الكتاب المقدس وتابع قانون الروحي وطقوسي في التناول والاعتراف، ولما أتعرف على المسيح وأعمل زيه لما كان على الأرض لأنه مثلي الأعلى، هحس بالفرح وإني شبعان بيه. أستاذي التاني هيكون اسمه يوحنا، الله حنان. بيعلمني المسيح بيقول لي تعالوا إلي رسل الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت وأطعمتموني، عطشت سقيتموني، غريبا أويتموني، عريانا كسوتموني، مريضا زرتموني. يعني بيعلمني الخدمة وأعمال الرحمة. أنا في رابعة ابتدائي من الطريق الخدمة والرحمة، هستمر في النمو مع المسيح المعلم الصالح. أنا بكبر والمسيح بيكبر جوايا وبينمو جوايا في القامة والحكمة والنعمة. آخر السنة هاخد حجر الزمرد الذبابي، مكتوب عليه حياتك في نمو مستمر. خمسة ابتدائي أستاذي الأولاني اسمه نفتالي، يعني متسع رقة الحديث وقلب مملوء بالوداع، يعني المسيح اللي بيكبر جوايا بدأ يظهر عليا، والأستاذ ده كان جميل جدا وبيعلمني أن أكون زي المسيح، إنسان هادي، لا أغضب، لا أثور، لا أنفعل بسرعة. هو كان لا يحتد في كلامه وصوته كان منخفض ولطيف، وقال لي لا أتدخل في شؤون الناس اللي ما تخصنيش، وما دينش حد، لا أدين أحد، وطوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وإن الأرض يعني جسدي، وبكده أقمع جسدي وأستعبده وأتسلط عليه. وقال لي لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك. الأستاذ التاني اسمه فيلبس، معناه فم المصباح، إشارة إلى إشراق النور خلال كلمات الرب صادرة من فمه، لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان، وأنا قلبي شبعان بالمسيح وعملي عمل الرحمة. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والعكس تماما، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. يبقى لو قلبك شبعان بالمسيح في إشباع الجموع هتتكلم زيه. وهاخد آخر السنة حجر كريم الجزع الحقيقي، أشعر بالانتصار على الجسد الخاضع للنفس والروح، وأنطلق للمرحلة الإعدادية. والحجر ده ناخد بالنا كان فيه 3 ألوان. النهاردة عبرين من ابتدائي لإعدادي. المرحلة الإعدادية 4 سنين، في إعدادي بستمر في كل اللي أنا تعلمته، الجسد خاضع وطائع للنفس، القلب شبعان بالمسيح ومليان اتضاع، الفم ينطق بوداعة، والعمل خدمة وأعمال رحمة. يلا على سنة أولى ابتدائي إعدادي،
في عندي هنا بقى 3 مدرسين مش 2، وناظر المدرسة دايما هو الروح القدس النور. أولى إعدادي، الأستاذ الأول منسى بيركز تاني يراجع، انسى الاهتمام بأعمال الجسد تماما، انطلق مع النفس والروح. أستاذي التاني برسلي ماوس، يعني ابن الحارس ابن الجسر، بيركز ان اللي اتعلمته في ابتدائي ده بيعبرني وبيراجع معي، بيركز خلاص احنا كبرنا وبقينا في اعدادي، فيه عبور لمرحلة جديدة وفي ارتفاع ورجوع من حالة السقوط اللي حالة آدم الأولى قبل السقوط. الأستاذة الثالثة كان اسمها أفسس، يعني المحبوبة، بتعلمي أذكر من أين سقط آدم وأقوم وأعود للمحبة الأولى قبل السقوط، وأولها تعطي الوصية، وخلاص ما فيش أكل من شجرة معرفة الخير والشر، وآكل من ثمر شجرة الحياة بس. النفس البشرية رجعت المحبوبة بصفة خاصة وفي علاقة شخصية مع ربنا. نقدر دلوقتي بقى نحتفل بالانتصار بالرجوع لحالة آدم الأولى. في آخر السنة أخد حجر كريم مكتوب عليها الظافرة والثمر من شجرة الحياة. تاني إعدادي، أستاذي الأول اسمه شمعون، يعني مستمع، بيراجع معايا لازم أطوع ربنا وأسمع الكلام وما أعملش زي آدم وحواء. الأستاذ التاني اسمه متى، يعني عطية، بيقولي لو سمعت الكلام هتاخد عطية هي إكليل الحياة. الأستاذة التالتة سميرنا، يعني تجربة، دلوقتي بقى هتتجرب زي آدم وحواء، ولو عايز تنجح خلي عينيك على المسيح ابن الإنسان واعمل زيه تطيح حتى الموت موت الصليب. وتوبة مهم، وتوبة للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة، وده وعد ربنا للي بيحبوه. في التجربة هنا هتتغربل على الغربال، هتتضرب، هيتدفع على وشك، هتطلع مع المسيح الصليب، هتتعرى، مفيش حاجة تستخبى، مسامير وإكليل شوك وحربة، ويجري من جنبك دم ومية. لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا. أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هتقول مع يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وإذا اقتسموا ثيابك كن أمين للموت هديلك إكليل الحياة. انت كده تسمرت على شجرة معرفة الخير والشر علشان تسمر الموت عليها، وهنا خلعت الانسان العتيق ومات الجسد، مات عن العالم، خاضع تماما للنفس، من على الصليب كمان انطلاق الماء والدم، من جنب المسيح هو انطلاق للروح والنفس، لان الروح يرفرف على وجه المياه ونفس الانسان في دمه. انطلق من العبودية الحرية، من الموت للحياة، من إيد إبليس لبداية الحرب معاه. النفس اللي اتملت بالفضائل تبدأ تثمر، ويبدأ اللون الأخضر ينبت، والروح تبدأ تنور بالنور ولونه أصفر بشفافية، واللونين يختلطوا مع بعض بشفافية دليل النقاء. علشان كده في آخر السنة الدراسية هتاخد عطية حجر كريم أخضر اللون الحياة وأصفر لون النور، واللي اللونين مخلوطين ببعض، والحجر شفاف دليل على النقاء والطهارة. هتاخد حجر الزبرجد الأخضر الذهبي الشفاف، مكتوب عليه طبيعة الحياة النقية الجديدة، إكليل الحياة، بداية الغنى الروحي وكمال القامة، يعني ملء قامة المسيح. ثالثة إعدادي، انت متخيلين احنا لسه في ثالثة إعدادي. الأستاذ الأول الأستاذ لاوي، يعني المقترن والملتصق بالرب، وهو سبط الكهنوت. بتعلم الارتباط بالله عن طريق الصلاة عشان أنت الكاهن، بحبه تكريس لأن الله محبة، والوجود في محضره دليل حبك لي. الأستاذ الثاني توما توأم وعمق جديد، لما بصلي واروح ليه دايما وارتبط بيه ارتبط بالكلمة لوغوس، بعكس صورة المسيح وبقى شكله في هدوء وصفاء ملامحه، مثلا زي التوأم، لدرجة ما تفرقش تقدرش تفرق بيننا من الناحية الروحية، طبعا في الروح
في الشكل وطريقة الكلام في الهدوء مثلا، وأصبحت بفكر فكر الكتاب المقدس، وتبقى حاسس إنك كمان فاهمه وفاهم طريقته. الأستاذة تلاتة هي برغامس، يعني المقترن بيه والاختلاط بيه برضه. احنا دايما بنقول الزوجة المرتبطة بجوزها بتاخد اسمه وبتترك بيت أبيها الأرضي وبتاخد اسم جديد، وهو اسم يسوع المسيح، ألبس يسوع المخلص. من هنا هنحارب إبليس باسم يسوع، وسيف الروح أي الكلمة الكتاب المقدس، وتحارب بالمكتوب والكلمة المنطوقة أي ريمة، ولأن لغز أصبح جواك. الكلمة المنطوقة بصوت عالي بالأمر الإبليس، ومن هنا ما يقدرش عليك وتنتصر عليه، لأن حصلت قيامة جديدة في حياتك ويسوع قام فيك بعد الصليب، والمسيح الكلمة بينطق بلسانك. إيه الفرق بين كلمة لوغوس وريمة؟ السيد المسيح هو الكلمة، فهو التصور الداخلي للعقل في أحضان الآب، واللوغوس هو الله نفسه وقد ظهر في الجسد، يوحد نفسه مع الإنسانية ويتجسد ليخلص العالم. ومن معمودية هو تجسد فيك وساكن فيك، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ننساش النقطة دي، المسيح بياخد جسدي وينطق بلساني. يسوع المسيح الكلمة لوغوس الذي تجسد بغير تغيير وصار إنسان كامل، يعني في اليونانية كلمة الله ليكشفها الروح القدس، فهي فكر الله نحو الأمور ككل. وما يكشفه ليك ويعلن الروح القدس في روحك يسوع المسيح اللوغوس، هو يعمل في داخلك في قلبك في روحك، يغذي قلبك ويجدد ذهنك. والريمة تعني كلمة الله المنطوقة منك بإعلان الروح القدس لشخص معين في وقت معين في ظرف معين، هي كلمة الله المتدخلة لمواجهة موقف معين في حياتك بالمسيح يسوع، أو أقدر أقول إنه المسيح الناطق باللسان. دي كده منتهى البساطة، يعني أنا بحاول يعني ألاقي أبسط حاجة بالنسبة للغز والريمة. اللغز جوايا والريمة اللي أنا بنطق باللي جوايا، يعني اللي جوايا ده المسيح. على فكرة علشان كده كان البابا كورولوس لو ترجعوا للرسالة كان بيدوب لي الكتاب المقدس في كوباية مية عشان أشربها، لأني مش بعرف أطلع الآية المناسبة في الموقف المناسب لاستعمالها والنطق بيها في المكان والظرف والموقف المناسب. وعشان تبقى الأمور واضحة وصافية قدامك برضو بدون تشويش من إبليس عليك، لأنك خلعت العتيق ولبست الجديد، وبكده ندخل الحرب مع إبليس، لأني إنسان سماوي مش أرضي، وفيه قيامة ليسوع المسيح المخلص ابن الإنسان فيا وفي حياتي. عشان كده هنا في آخر السنة باخد الشهادة حجر كريم لون الزمرد السلقي، يعني زمرد السلقي دليل الصفاء بلون السماء، وسحابه. يلا بينا على سنة رابعة والسنة الأخيرة في إعدادي. أستاذي اسمه يساكر، يعني الأجر أو الجزاء، بيعلمني اللي يختار الأرض جزاءه أرضي، واللي هيختار السماء جزاءه سماوي، والسماوي يوصل لأرض الراحة وميراثه الحقيقي. محتاج للوصول لميراثي كمان أتعلم الاحتمال والصبر. أستاذي التاني يعقوب، يعني يحل محل. لما لبست يسوع إذن السماوي يحل محل الأرضي اللي هو أنا، بما إني خلعت العتيق إذن يجب استقبالي جديد. أستاذتي التالتة مهد فيها طيرة، يعني المسرح، يعني هنخرج على مسرح الحياة بوضوح وشفافية، والكلمة المنطوقة ريمة لغلبة إبليس، وإبليس في صورة إيزابيل، وهنا الحرب بتبقى شديدة جدا. من يغلب هياخد سلطان على الأمم، ويظهر كوكب الصبح ابن الله. كنا كله اللي فات بنتكلم عن ابن الإنسان في مجده في قلبك، من هنا صعود للسماء والسجود بالروح والحق لابن الله، باللقاء معاه تجد أرض الراحة، شفاء النفس، استنارة عجيبة للروح. عشان كده الحجر بلونه الذهب الأصفر لون النور والمجد، هنا واضح قوي وبيلمع. انتهت المرحلة الإعدادية بسلام، مع راحة الجسد، شفاء النفس، استنارة للروح، وشكرا لروح الحكمة والفهم ومدير المدرسة الروح القدس النور. مدير المدرسة كان أول إكليل في المنارة هو روح الحكمة والفهم، شكرا لي وللمدرسين كمان. ساجدين بالروح والحق لإلهنا الحي المتحرك بالنور في اتجاهنا ورافعنا معه للمجد. داخلين ثانوي، ناظر المدرسة الروح القدس روح الحكمة والفهم، والتاج التاني كمان هيشتغل روح القوة والمشورة.
أولى ثانوي أستاذي اسمه زابيلون يعني مسكن، بيعلمني أن الروح القدس ساكن فيا من المعمودية، ولكن من دلوقتي أنا اللي هسكن في الروح القدس الجاهز في انتظاري لانطلاق روحي معاه، وبيشرح لي عمل الروح القدس والسبعة أرواح الله. أستاذي التاني اسمه سمعاني الغيور يعني المستمع والطائع، وبيعلمني أسمع وأطيع روح الله وأنفس كلمته بسرعة عند سماع الصوت زي رؤساء الملائكة السبع الواقفين أمام العرش. أما أستاذتي الثالثة فهي ساردوس يعني بقية، فيه بقية قليلة بتسمح للروح القدس للعمل بيك وفيك. خد بالكم كده، احنا برضو هنا بنعتبر بنلخص الرسالة بتاعتنا كلها. الأستاذة ساردوس بتفرجني قد ايه هي قلعة حصينة فوق وادي مبنية على جبل عالي، المدينة تظهر بحوائطها وأبراجها ومعابدها وبيوتها وقصورها عالية جدا وحصينة، وفيها بقية قليلة بتطرب روح الله تعينها ولم ينجسوا ثيابهم. بتعلمني قد إيه الذات عظيمة وقوية وحصينة، وأنا محتاج قوة من روح القوة بالمعونة، وإني لازم أطلبه يعني أطلب الامتلاء بروح القوة أتند عليه وأمسك بوعد ربنا كمان تنال القوة من الأعالي، لأن لوحدي ما أقدرش على هذه المدينة الحصينة وهي ذاتي. ومن يغلب فذاك سيلبس ثياب بيض، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة واعترف باسمه أمام أبي وأمام الملائكة، وما نجسش ثيابه مع العالم وإبليس والحاجات التانية. في آخر السنة باخد حجر كريم من العقيق الأخضر، دليل روح الحياة الروح القدس اللي قبل أني أسكن فيه ومحوط بيا بقوة. بينا على تانية ثانوي، الأستاذ بتاعي يختلف، اسمه يوسف يعني يزيد وينمو، القيادة هنا ليسوع وبعمل روح القوة. بيعلمني ان انا طالما دخلت جوه روح القوة والروح القدس ان انا الوقت بنمو نمو جديد، وبيديني مثلا ان انا لازم اميز، يعني مثلا في عبور نهر الأردن ما كانش في عصا موسى تفتح المية، ولكن الكهنة كانوا شايلين التابوت على الأكتاف، والشعب مع موسى ما كانش منظم، لكن في الأردن الشعب عابر بنظام للأسباط وترتيب، وكلهم اتقدموا للعبور بإيمان، والكهنة حطوا رجليهم في المية قبل حتى ما تتشق المية. يشوع كان في وسطهم يعني يسوع كان في الوسط. يعني في العهد الجديد نحمل الكلمة في قلوبنا ونعبر لنسقط أسوار أريحة أي الذات الأنانية الكبرياء لكي يملك المسيح فيا فننمو بالروح القدس ويزهر فينا. بيعلمني كمان بركة يوسف، يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط فرت فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. يعني يوسف أصبح غصن مش بياكل ثمر وبيمثل النفس الأمينة، ده هو بقي غصن هو اللي هيدي الثمر، بيتقدم بالحب الروحي بالرغم من شدة الحروب عليه من إبليس أرباب السهام. وإن السنة دي أنا زي يوسف في الكرمة في المسيح، غصن مثمر مرتبط بالأصل المسيح، مرتبط بعين مية الروح القدس فيهبني حياة وثمر. وارتفعت فوق حائط ومنطلقة نحو السماء بثبات، فننال من إله أبيك الذي يعينك ومن قادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط من تحت. أقولها تاني، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت. كغصن مجدول بقوة ومدفور بالثالوث القدوس. أستاذي اللي بعده يعقوب بيفكرني اشكري بقى احمدي ربنا على عمل الروح القدس فيك. الأستاذة الثالثة فيلادلفيا يعني المحبة الأخوية، لما ربنا يملأ قلبي بالمحبة هحب إخواتي كثمر للروح القدس، أسجد للقدوس الحق فيغلق الباب على مجمع الشيطان وأدوس الحياة وكل قوة العدو وتتفتح باب النعمة والبركات السماوية. هذا يقول القدوس الحق الذي له مفتاح داود، وبدأ هنا يظهر اسم داود يعني المحبوب والملك. ربنا يملك على قلبي، بدأ يظهر الهيكل والاستقرار،
من يغلبها جعله عمود في هيكل إلهي. أدي الهيكل لا يعود يخرج إلى خارج. هكتب عليه اسم إلهي، اسم مدينة إلهي، أورشليم السماوية نازلة من السماء من عند اسمي الجديد. بيبدأ يظهر الهيكل السماوي قدامي اللي هو قدس الأقداس، حيث الاستقرار والراحة. لكن لسه في خطوة، يعني لسه في سنة دراسية. في آخر السنة دي هاخد حجر الخلود الإسمنجوني، وباقي خطوة على قدس الأقداس. الخلود يعني أبدي، يعني لا يزول. السنة الأخيرة هي البكالوريا بقى، هعديها مع الأستاذ بنيامين، يعني يمين القوة والعزة، بيسندني ويقويني. والأستاذ متياس هيدينا الله عطايا مضاعفة. والأستاذة لادوكية يعني حقوق الشعب في الميراث السماوي، وبتشاور لي على الميراث السماوي، ومعهم بتعلم أشتري ذهب مصفى بالنار، يعني طبيعة جديدة، طبيعة سماوية لكي أستغنى. ألبس ثياب بيض ثوب البر، أكحل عيوني بكحل الروح القدس، يعني البصيرة الروحية. وآخد حجر كريم بلون طبعا البنفسجي اللي هو الجمشت. الجمشت هو كل كياني بمأسور ومنجذب بحب هذا الإله العظيم. دلوقتي بمعي 12 حجر كريم، أبني بيهم مسبح ذهبي وأقدم عليه نفسي، يعني ذاتي، بكامل إرادتي وحريتي، ذبيحة حية مرضية في القدس أمام مدخل قدس الأقداس. انتهى الصراع، انتهى العالم، انتهى إبليس ومجمعه، انتهت الذات، انتهى كل الأعداء، علشان يملك عليك الملك السماوي. وهنا هسمع صوت المسيح الملك. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل إليه، وهنا هيتعشى معي وهو معي. من هنا تنطلق الروح بالمسيح اللي تفتح الباب، تنطلق الروح بالروح القدس. أنطلق طائعا خاضعا ساجدا عند أقدام الملك السماوي. يفتح هو الحجاب المرسوم عليه الكاروبيم للدخول لقدس الأقداس بعمل وشركة الروح القدس. قدس الأقداس يعني بدخل الجامعة، يعني هبدأ المدارس العليا بعد البكالوريا. المدير دايما هو الروح القدس، الحكمة والفهم، القوة والمشورة، المعرفة ومخافة الرب. بينا على قدس الأقداس. في قدس الأقدس بلاقي التابوت العهد، وفي عصا هارون التي أفرخت، عصا الصلاة، عصا الاتضاع، الانسحاق الروحي، العصا أفرخت وأظهرت شجرة الحياة. أجد المن المخفي عشاء العروس، أجد الوصايا، الكلمة المتحدة بعرش قلبي. أعلن امتلاك الله لقلبي وكل كيان. نسبح مع الكهنة والكاروبين الممتلئون أعينا والسرافيم ذو ستة الأجنحة. في قدس الأقداس الجناحين بتوعي هيبقوا ستة، لأني هتعلم زي الكاروبيم وزي الأنبا تكلى هيمنوت الحبشي، والعيون تكتر وتتملي معرفة من النظر في جمال القدوس ويلذ التسبيح لي. تعالوا نشوف في سفر صمويل الثاني 5. وجاء جميع أسباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون، وجميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون. فقطع الملك داود معهم عهد في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملك على إسرائيل. جم الأسباط، ودي فضائل العهد القديم، والشيوخ تلاميذ العهد الجديد، والشيوخ طبعا اللي في قدس الأقداس بالفضائل وفكر الكتاب بقلبي الواحد. علشان أمسح المسيح الملك ملك على قلبي، لازم أجيب كل الأسباطي وكل الشيوخ في حبرون، يعني كل الفضائل والفكر في حبرون، يعني مدينة الصحبة، الارتباط أو الاتحاد، لينطلق بي ملك الملوك ورب الأرباب. ومن هنا نبدأ نعمل بقى، ندرس دكتوراه في الحياة الروحية بالروح القدس، يرفعنا من حوالين العرش للعرش والاتحاد بالحمل لحد جبل صهيون على أبواب أورشليم السماوية كملوك. شفتوا احنا كنا كهنة بالصلاة، دلوقتي ملوك مع الملك السماوي، وبعد كده أبناء في أورشليم السماوية بعمل روح المعرفة ومخافة الرب. وترجع متحد بالمنارة الروحية زي النجوم والكواكب في السماء، القديسين والملائكة، وتقف في الثغرة عن كل الأرض. ترجع تدرس بقى أنت بعد كده، ربنا يحطك في إيه؟ في المراحل الدراسية المختلفة بحسب مشيئة الله ليك. ونعلن كأبناء مشيئة الإب. هقول تاني دي، ونعلن كابن مشيئة الإب. دي كده تقريبا
معالم الطريق الروحي بوضوح، وتقدر تشوف نفسك فين من الطريق الروحي ووصلت لحد فين. بصوا في أشعياء بيقول إيه، شوفوا الجمال. هأنذا أبني بالأثمد حجارتك، وبالياقوت الأزرق أؤسسك، وأجعل شرفك ياقوتا، أبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنياك كثيرا. شايفين الجمال؟ دي الروح الإنسانية، ده الإنسان. عايزة أقول محتاجين قوي يا ولاد في أواخر الأيام، يعني الأيام اللي جاية، وعلشان كأبناء الله نعديها بسلام، وإحنا واثقين إننا أبناء الله، هو أبونا اللي بيحبنا، ونبقى واثقين ومتأكدين من كده، إننا نجري ونركز بسرعة ونتقدم في الطريق الروحي علشان نفرح بإلهنا وهو يفرح بينا. اطلبوا قيادة ربنا للمسيرة، اطلبوا الروح القدس، روح الحكمة والفهم، روح القوة والمشورة، روح المعرفة ومخافة الرب. اطلبوا مشيئة الآب بالخضوع والطاعة، بالصوم والصلاة، بالتسبيح والسجود. في سفر الرؤيا نركز بقى، وفي متى كمان 24، يعني نركز على الجزئين دول لأن مهمين. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. أنا محتاج أن أنا أصبر وأصبر إلى المنتهى. عايز أقول لكم الطريق الروحي، التأملات بعيد تاني، وبقول تأملات خاصة. وطبعا أنا عايزة أرجع وأقول أنا ما كنتش أعرف أعمل الطريق ده، ولا بالترتيب ده، ولا بالنظام ده نهائي. صحيح أنا بقعد أدرس وأدور وكده، لكن لولا قيادة روح ربنا ليا أنا ما أعرفش أقدم لكم الطريق ده. لكن التأملات كلها تأملات خاصة. اسمحوا لي في آخر الجزء أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، مطنيا. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، مطنيا. لك الملك، عايز الكل كلمة بتقول يبقى لها مطنيا لوحديها. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة وكل سلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك يا رب كل شيء، يا إلهي العظيم القدوس الأبدي، من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا. في سؤال تاني برضو، اكتبوا كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها في الكومنتار من تحت الأجزاء، وأنا هتلاقوني دايما هرد على قد ما أقدر. ربنا يديكم دايما بركة ونعمة، أمين.